السحر أنواع. عرفتي أبروزي بريمو أمو كبش. أنواع كثيرة. من أنواع السحر التفريق، يعني يفرق بين المرء وزوجه. بمعنى موقع أبروزي نوكروكوا هرمو أبروزي بتاعك اللي مكبره موجود. والسحر يسمى العطف، يعني مرأة يجعلها تحب رجل. هاي ما كانوا ودي بروزي بتم ببفكوا بهزو مكبره موجود. والسحر كل ساحر يعبد الشيطان. هاي ما بدي بروزي واري ويسي أما في الشيطان سين. فكيف الآن يرتفع مرتبة الساحر عند الشيطان؟ نقول هو مروزي نبى في الشيطان سيجا أكرنا نيو يا بهش بيايو. يأمر الشيطان، يقول مثلاً عبد بعض الناس له للشيطان، يعني يجعلهم يعبد الشيطان يأتوه. أتي أبغى بمن أبغى الشيطان إذا بتجيك كوزيس. أو توضأ من بولك مثلاً. شانس إذا بتجيك كوزيس بتوازن ممرزاب. فنحن لا نتعلم السحر ولا ننظر في كتب السحر أصلاً. وأنت تعرف بعض الناس بدأ يقرأ في كتب السحر أصبح الآن مجنون. أتي وربي زكوانا بربنا نعم باتان جلس ما ميتهم جاب روزين بيجي بس هم قبيا رصا زيتهم. من أقوى؟ نينو كومي. الجن أو الإنس؟ نينو كومي هكذا جين نمو. من أقوى؟ نينو كومي. الجن أو الإنس؟ أري جين نينو كومي تجاوبنا. من؟ يقول إنسان. ما شاء الله. الإنس أقوى. أتي أمور نو كوبي كرتجين. لماذا؟ ويرج. لماذا الإنس أقوى؟ ويرج تجي أمور نو كوبي كرتجين. من يمشي مطمئن على الأرض ظاهر لا يتخفى. نيند وجين دكويسيا بجيني نمونو أجر أجر تداويش. الإنس. نمونو. الإنس خلق من طين والطين أفضل من النار. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإنس. عندما يؤذن المؤذن الشيطان ماذا يصنع؟ يفر. عندما تقرأ القرآن تقرأ الأذكار يفر الشيطان. إذن الإنس أقوى إذا كانوا مع الله. هناك بعض الجن من المؤمنين قد يكون أفضل من بعض الإنس بعض. تفاضل بالإيمان بالتقوى. كما أنه لا فرق بين عربي وعجمي أبيض وأسود إلا بالتقوى، كذلك الجن والإنس تفاضلوا بالإيمان. لكن الشياطين كفار هؤلاء. شيطان يعني كافر عاصي. فلا يمكن أننا نقرأ في كتب السحرة أبدا، لأن هذا أمر خطير جدا. نهاية الطريق بل أول الطريق كفر بالله. إنزين يبغى 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 يبغ